كنت عايز اسالك كمان، كيف اقنعت لاعبين مهاجرين من جامبيا موجودين في اوروبا ان هم يعودوا يلعبوا للمنتخب الجامبي؟ احنا نتحدث عن منتخب ليس له تاريخ كبير في القاره الافريقيه باستثناء السنوات الاخيره اللي تحسنت فيها الكره الجامبيه بشكل رائع جدا. اقنعتهم ازاي؟ انا عارف ان انت كنت قاعد معاهم واتكلمت معاهم واقنعتهم للعب للمنتخب الجامبي. نعم، العديد من اللاعبين في ذو الأصول الجامبية يلعبون في أوروبا في مستويات عالية، وكنت صممت إني إذا أردت النجاح في هذا الأمر علي جلب هذه الطيور المهاجرة للكرة الجامبية مرة أخرى. وللأسف لم يكن بوسع الاتحاد الجامبي لكرة القدم توفير الميزانية والأموال لهؤلاء اللاعبين. ولذلك اضطررت إلى الذهاب من خلال حجز تذاكر خاصة على حسابي، وأيضا توفير إقامة وإعاشة بتلك الفنادق لإقناع اللاعبين. And I traveled all over Europe, watched games, meet the players, meet the coaches, and explained the plan, the tactical plan, the ambition to convince them to play for Gambia. وبذلك قمت بالذهاب إلى المباريات في أوروبا ومشاهدة اللاعبين الجامبيين والتحدث إلى اللاعبين ذاتهم ومدربيهم وإقناعهم بالطموح الذي لدينا هنا في الاتحاد الجامبي والكرة الجامبية لتطوير الكرة الجامبية بشكل عام. And in the last 5 years since I'm coaching, 36 players made their debut for the national team. وفي آخر خمس سنوات أقنعت 6 لاعبين بتمثيل منتخب بلادهم الأم، منتخب جامبيا. Yeah, so it's hard work. But it's important if you want to develop the team as a coach. من الصعب جدا العمل في ذلك الشاق، العمل الشاق والدؤوب، ولكن كمدرب لمنتخب جامبي عليك أن تقوم بهذه الأشياء. You have to convince the players and you have to make a clear plan. And several professionals who played in Europe for Switzerland youth national team, for Germany, for Sweden, I could convince them to play for Gambia. And to make the team stronger. فبالتالي كان علي إقناع تلك اللاعبين ووضع خطة ومتابعة مبارياتهم في الدول التي كانوا سيمثلونها مثل السويد وألمانيا وأيضا سويسرا، فبالتالي قمت بإقناعهم وتحويل دفتهم للعودة للوطن مرة أخرى ومشاركة الطموح الذي لدينا